بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، ما زلنا مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، تأليف الشيخ محمد الخضري رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته في الدارين، آمين. واليوم غزوة بدر الكبرى. احنا قلنا في حاجة اسمها ايه، غزوة بدر الصغرى، وكان في بقى غزوة بدر الكبرى. كان قبلها غزوة بدر الكبرى كانت في العام الثاني من الهجرة، وكانت في شهر رمضان، في العام الثاني من الهجرة وفي شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ان قريش خرجوا بعير، يعني بضاعة واموال يتاجروا بها في الشام، فيها معظم اموالهم، النبي اراد ان يسلب قريش بعض اموالها حتى يجردها من السلاح الذي به تريق دماء المسلمين، وأن يأخذ عوض عما تركوه المسلمون في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على اعتدائهم وعلى تجرؤهم على المسلمين، وإذا هم 13 عام فيش صبر بعد كده، 13 سنة، حتى أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة، ثم بعد ذلك أمره أن يستحل أموالهم حتى يجردهم من التمويل اللي بيه يحاربوا المسلمين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أراد يتجردهم من الأموال حتى لا يحاربوا المسلمين، لأنهم لا يتركون المسلمين. فالنبي لما خرج في العسيرة أو العشيرة زي ما قلنا عشان يقابل هذه العير وهي طالعة من مكة، هرب بها أبي سفيان ولم يدركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول قال إيه، ننتظر وهم راجعين، ننتظر العير وهم راجعين ناخدها. العير اللي هي ايه، الجمال المحمله بالبضائع، يسموها العير بلغه ايه، قريش زمان. يبقى العير هي البضائع المحمله على ظهور الجمال، كانوا يقال انها يعني ايه، تجاره ضخمه جدا، حوالي 50,000 دينار قيمتها، يعني حاجه يعني ممكن تبقى ميزانيه دوله دلوقتي في زماننا دلوقتي، فكانت تجاره ضخمه جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما علم ان هم قربوا يرجعوا بقى، خرج في غزوة بدر الكبرى يلقى هذه العير، وربنا كان ايه، كان وعده هذه العير او الطائفة الاخرى، اذ يعدكم الله احدى الطائفتين. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه، حصل بقى غزوة بدر الكبرى اللي احنا هنقرأ تفاصيلها النهاردة ان شاء الله. يقول المصنف في كتابه: لم يطل العهد بتلك العير العظيمة التي خرج لها صلى الله عليه وسلم وهي متوجهة للشام. خرج فين؟ في غزوة العشيرة أو العسيرة اللي احنا اتكلمنا عليها في المجلس الماضي. فلم يدركها ولم يزل مترقبا رجوعها، فلما سمع برجوعها ندب إليها أصحابه وقال: هذه عير قريش، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. ينفلكموها يعني إيه؟ يعطيكموها زيادة يعني. فالنفل هو ما زاد إيه من أمور الخير. فأجاب قوم وثقل آخرون. يبقى بعض الصحابة ما خرجوش، لأن عارفين أن النبي لا يريد قتال، ده مجرد العير هياخدها ويرجع، علشان كده إيه بعض الصحابة ما خرجتش، لظنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد حربا، فإنه لم يحتفل بها، بل قال: من كان ظهره حاضرا فليركب معنا. يعني النبي ما جهز لهاش تجهيزات كبيرة يحتفل بها، يعني لم يجهز تجهيز عسكري كبير كويس، أدي معنى لم يحتفل بها، يعني لم يهتم اهتماما عسكريا بتجيش جيش ليخرج لهذه العير، لأن إيه؟ لأن العير بيبقى اللي بيحرصها إيه؟ 30 40 ولا 50 واحد، فسهل ايه السيطرة عليهم، فمش محتاجة جيش يعني، ادي معنى لم يحتفل بها. بل قال: من كان ظهره حاضرا فليركب معنا. النبي قال لهم: اللي معاه حاجة يركبها يجي معنا، واللي ما عندوش حاجة يركبها مش جاهزة ما يجيش، مش مشكلة يعني، صرح لهم ألا يخرجوا.
خلاف بقى غزوة تبوك لما نيجي نقراها هتلاقي ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب لها قعد مدة اسابيع يرتب لها في غزوة تبوك. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج ليريد قتال، ولم ينتظر من كان ظهره غائبا، فخرج لثلاث ليال خلون من رمضان بعد ان ولى على المدينة عبد الله بن ام مكتوم. يبقى خرج بعد 3 أيام من رمضان في العام الثاني من الهجرة، وكانوا صايمين لأن فرض الصيام في العام الثاني من الهجرة، نزلت فيها سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من النور والفرقان، فكان فرض الصيام. فخرج في شهر رمضان وكان صائما في الأيام الأولى، فلما ظهر له بعد ذلك أنه سوف يلقى الجند أفطر وأمر من معه بالإفطار حتى يتقوى على ملاقاة أعدائهم. فكانت الغزوة في رمضان، وتم اللقاء مع الجيش بعد كده في 17 رمضان صبيحة يوم الجمعة 17 رمضان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. يبقى هو خرج 3 رمضان بعد أن ولى على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وكان معه 313 رجلا، 240 من الأنصار، يعني أغلبهم كان من الأنصار، 240 من الأنصار، والباقون من المهاجرين، يعني المهاجرين كان عددهم أقل من 100، ومعهم إيه؟ فرسان بس، فرسان و70 جمل، والباقي كله مشاة. يبقى ده جيش، ده مش جيش، ده ناس ماشية على رجليها، عشان تعرف بس إيه كيف أن الله أيد المسلمين تأييدا كبيرا في هذه الغزوة. يعني كان معاهم، انت لما بتقرا غزوه بدر فاكر بقى ان كل الصحابه مساء الله راكب الفرس بتاعه بيجري؟ ابدا يا سيدي، كانوا المشاة على رجليهم، وكثير منهم كان حافيا حتى بغير نعل. شوف قد ايه، يعني يسير حافي كانوا يعتبروا اللي راكب لابس نعل راكب، يعني اللي راكب اللي لابس نعل ده اسمه راكب، شوف، لانه راكب النعل. لا، من شده ايه الفقر الصحابه كانوا في حاله يعني ايه من الفقر، لان تركوا اموالهم وتركوا كل ما يملكونه من اجل ايه ان يفروا بدينهم، فكان اغلبهم حفاه، عشان كده الرسول يقول لهم انهم حفاه وعراة فكسهم، مش كده في دعوه النبي بيوصفهم. يبقى كان معاهم فرسين و70 جمل، طب عددهم هم كبير، كانوا يتناوبون بقى، كل 3 على جمل، كل 2 على جمل، كل 4 على جمل، ده يركبوا 10 دقائق ولا نص ساعه ولا ساعة، وينزل ويركب الإيه التاني وهكذا. حتى النبي نفسه كان يتناوب معهم، وكان معاه سيدنا علي وغيره كان يتناوب مع النبي، يجي نوبة النبي عايز ينزل يقولوا له يا رسول الله اركب انت، احنا يعني متنازلين عن نوبتنا لك، فكان النبي يأبى، فكان ينزل يمشي شوية ويركب غيره، فكانوا يتناوبون على الجمال صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى وكان معهم فرسان و70 بعيرا يعتقبونها، يعتقبونها يعني ايه؟ يعني يركبوها بالتبادل. والحامل للواء مصعب بن عمير العبدري، اللواء اللي هو زي تقول الراية، لان انت ما تمشي في صحراء لو ما فيش حاجة مرتفعة كده تشوفها ممكن تتوه عن الجيش، خصوصا ان هو ايه كل شوية واحد يروح يقضي حاجته فيبعد شوية، فهيعرف يعني يوصل لهم ازاي لما يلاقي راية مرتفعة كده. تبقى الرايه المرتفعه دي كانت ايه لجمع الناس وشتتهم حتى لا يتوه احد. والحامل للواء مصعب بن عمير العبدري. ولما علم ابو سفيان بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا ابو سفيان عرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في العسيره، فبقى يبعت عيون وهو راجع يجيبوا له اخبار اهل المدينه والرسول صلى الله عليه وسلم عامل ايه، علشان ايه يحافظ على ويغير الطريق اذا لزم الامر. ولما أبو سفيان كان هو اللي ماسك هذه التجارة وخارج فيها اللي هو المسؤول عنها، يعني استأجر راكبا ليأتي قريشا يخبرهم الخبر. لما عرف ان الرسول خارج عشان ياخد العير، قام استأجر واحد قال له تاخد مبلغ كذا وهندي لك ايه المبلغ الفلاني، وتروح قريش بسرعة تخبرهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه يريد ان يأخذ العير علشان ييجوا يحموا أموالهم. كويس؟ فلما علموا بذلك أدركتهم حميتهم، حمية بقى الجاهلية، العداوة، قالوا ده احنا نقتله، ايه ده؟ ما هم كانوا عايزين يقتلوه أصلا، وخافوا على تجارتهم فنفروا سراعا.
ولم يتخلف من أشرفهم إلا أبو لهب ابن عبد المطلب عم النبي اللي ما خرجش له أبو لهب، اعتذر وبعدين مات بعد كده بمرض إيه أصابه الله، فإنه أرسل بدله العاص بن هشام بن المغيرة. وأراد أمية بن خلف أن يتخلف أيضا لحديث حدثه إياه سعد بن معاذ. أمية بن خلف ده كان من المستهزئين، احنا اتكلمنا عليه قبل كده لما اتكلمنا على المستهزئين، إنك فإنك المستهزئين. أمية بن خلف كان صديق لسعد بن معاذ، كان سعد بن معاذ ده من أشراف المدينة من الخزرج الكبار. فقام سعد بن معاذ قال إيه، كان لما ينزل مكة للتجارة ينزل في بيت أمية بن خلف، لأن ما كانش في فنادق لسه. ولما كان إيه أمية بن خلف ينزل في التجارة ويمر على المدينة ينزل في بيت مين؟ سعد بن معاذ، أصدقاء بقى، صداقة الدنيا يعني. سعد بن معاذ مرة حب يعمل عمرة فاستأذن وراح يعمل عمرة، كويس؟ ده الكلام ده قبل حتى غزوة بدر، ده الكلام ده قبلها بكثير. راح يعمل العمرة سعد بن معاذ، الفندق بتاعه هناك في مكة ايه؟ هو بيت أمية بن خلف. فقابل أمية بن خلف، فجاء أبو جهل عارف ان سعد بن معاذ يعني أسلم وآوى النبي صلى الله عليه وسلم هو وإيه وقبلته. فأبو جهل كان شديد العداوة، يعني غلظ على سعد بن معاذ تغليظا شديدا وشتمه. أمية بن خلف دفع عنه قال له ما يصحش تعمل كده في ضيفي. فحصل بينهم مناقشات، لا انت مش عارف ايه وتعمل ايه وبتاع، لحد ما ايه سعد بن معاذ قال لأمية بن خلف، قال له والله اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قاتلك. هو عارف ان النبي ما يقولش حاجة وتنزل، مجربين النبي يا عم. فهو كان أمية بن خلف لما عرف ان هم خارجين افتكر الكلمة اللي قالها له سعد بن معاذ ان رسول الله قاتلك، فقال انا مش هخرج عايز اقعد، فهمت؟ ادي القصه بتاعت. واراد أمية بن خلف ان يتخلف لحديث حدثه اياه سعد بن معاذ حينما كان معتمرا بعد الهجره بقليل، حيث قال كما رواه البخاري: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انهم قاتلوك. ام قال له بمكه؟ قال لا ادري. ففزع لذلك وحلف الا يخرج. فعابه أبو جهل، أبو جهل ده كان مصيبة سودة وشؤم على كل اللي يعرفهم، والله شؤم يا أخي الراجل حايز يقعد وعارف أن الرسول قاله قاتلوك وعارف أن النبي كلامه ما بينزلش الأرض، لا أبو جهل يروح بقى إيه يحمسه، يعني بئس القرين وبئس الصحبة. علشان كده اوعى تصاحب أهل شؤم، إياك، شوف واتبع سبيل من أناب إليه، اوعى تمشي مع أهل الشؤم. فعابه أبو جهل ولم يزل به حتى خرج قاصدا الرجوع بعد قليل. أم من كتر ضغط أبو جهل عليه قال طب أنا هخرج شوية كده لحد ما نبقى في ربع المسافة وارجع أنا أزوغ منهم أرجع. لكن هو بمرور الوقت يقول لك هرجع أهو، هرجع أهو لحد ما إيه؟ وصل لبدر وقتل هناك، سبحان الله. ولكن إرادة الله فوق كل إرادة، فإن منيته ساقته إلى حتفه رغم أنفه، لأن ربك قاهر فوق عباده. إن ربي لطيف لما يشاء، حدش يقدر يفر من القدر، ده الإنسان بيجري لقدره يعني سعيا كده، سعيا في حقيقة، فسبحان الله. وكذلك عزم جماعة من الأشراف على القعود فعيب عليهم ذلك، واللي عاب مين بقى يمر أبو جهل على الأشراف، كل واحد مكسر يخرج أبو جهل يحميه وإيه لحد ما موتهم معاه في القليب عشان يأنسوا بعض في النار بقى، فربنا ينجينا. وكذلك عزم جماعة من الأشراف على القعود فعيب عليهم ذلك، وبهذا أجمعت رجال قريش على الخروج، فخرجوا على الصعب والذلول. الصعب يعني إيه؟ الناقة الصعبة يعني، والذلول اللي هي المزللة يعني، يعني كل واحد خرج على المتاح اللي عنده، الحاجة المتاحة اللي عنده. أمامهم إيه؟ القينات يغنين بهجاء المسلمين. القينات، القينة اللي هي إيه؟ الأمة. كان زمان اللي تغني لابد تبقى أمة، الحرة ما تغنيش قدام الرجال، تغني ازاي الحرة قدام الرجال وتقف كده تتعصع وتقول ده دي اللي يعملها كده الإماء الرقيق اللي هم ليس لهم أهل ولا نسب ولا لهم إيه كرامة. فكان دي نظام القينات اللي هي المغنيات من الجواري من الإماء، كويس؟
خارجين بقى طبعا المغنيات الجواري دول بيغنوا قدام ايه الجيش بتاعهم ويعزفوا ويعملوا عشان يتسلوا في الطريق وهم ماشيين، وبيغنوا بايه بهجاء المسلمين، يعني بايه بإزاء المسلمين بالأقوال والكلمات والأشعار. وعشان كده ربنا بيقول ايه، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. الشيطان كمان ايه، هم قريش كانوا خايفين يخرجوا ليه، لان بني كنانة كانت قبائل كبيرة من بني كنانة، ما كانش في بينهم وبين قريش عهد ان يأمنوهم خارج مكة، فخافوا لحسن ايه وهم خارجين يجوا بني كنانة من ظهرهم فيعتدوا عليهم وياخدوا منهم ايه ما، فكانوا خايفين من بني كنانة. فجالهم الشيطان في صورة ايه، واحد من بني كنانة قائد كبير. الشيطان إبليس ده كان يعني متفرغ لهذه المسألة، زي ما جاء برضو في سورة الشيخ النجدي زمان فاكرين، ولابس إيه اللبس وقال لهم لما كانوا بيتأمروا على رسول الله. جالهم إبليس شخصيا، مش يبعت لهم بقى معاون، لا ده إبليس شخصيا، مسألة كبيرة مسألة كبيرة. فجالهم في سورة رجل اسمه مالك ابن سراقة إيه وده كان إيه فارس كبير من بني كنانة، قال لهم أنا أجركم من بني كنانة، أنا دي قبلتي وأطمنكم محدش هيطلع منهم، بل لو احتجتوهم أنا أطلع لكم فرسان ينصروكم، عشان كمان إيه يعني يحرش بالمسلمين، يريد أن هو إيه يشجعهم عشان إيه يخرجوا مطمئنين. وأدي حكاية الشيطان. الشيطان ده لما شاف الملائكة سيدنا جبريل نازل في أول المعركة في سورة بقى مالك ابن سراقة، فقام الشيطان لما شاف سيدنا جبريل نازل ومعاه الملائكة، الشيطان ده من أهل الكشف يا عمي، أيوه بس كشف إيه، كشف إهانة. فأول ما شاف بقى سيدنا جبريل نازل والجند نازلة من الملائكة تحارب مع المسلمين، عرف إن الحكاية، قال لهم لا سلام عليكم ماشي، إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، قال لهم كده، ما الندالة كلها مذهب إبليسي، هو أكبر ندل خلقه الله، ما فيهوش أي شهامة. فهمت بقى ازاي؟ يعني لما تقول لي مين اعظم ندل في التاريخ هنقول لك ابليس، فهو ده يعني يتخلى. والمظهر الان في السياسه العالميه ايه، تلاقي امريكا برضو، امريكا تفضل ورا الرؤساء تواليهم طول ما هم بيأدوا لها مصلحته، اول ما مصلحتها تنتهي اكبر ندل في التاريخ. شوف عملوا ايه مع شاه ايران، ما يقبلوش حتى ان هو يروح اي حته. يعني ايه النداله، ده مذهب شيطاني ابليسي. فالشيطان أول ما شبه سيدنا جبريل قال لهم إيه، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، ده وقته. فدي الندالة بقى. وقد ضرب الله عمل الشيطان هذا مثلا يعتبر به ذو الرأي من بعدهم، فقال في سورة الحشر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. والآية المناسبة كمان اللي هي في سورة الأنفال، غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل الله فإن الله عزيز حكيم. فلما ترى الجمعان نقص على قبيه وقال إيه، نقص مين اللي نقص بقى، مالك إيه ابن سراك في سورة إبليس جاء في السورة دي، نقص على قبيه وقال إني أرى ما لا ترون، يقصد بأرى ما لا ترون من الملائكة سيدنا جبريل، إني أخاف الله رب العالمين. وهكذا كان عمله في هذه الواقعة، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وكان عدة من خرج من المشركين 950 رجلا، معهم 100 فرس و700 بعير، يبقى معاهم 100 فارس و700 جمل، يعني تقريبا معظمهم ركوب بقى، ما حدش فيهم مشاة الا قليل، اللي هو العبيد بتوعهم بقى والحاجات دي، لكن معظمهم راكبين مجهزين. واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يعرف شيئا مما فعله المشركون، ولم يكن خروجه الا للعير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان خارج للعير ولم يخبره الله ان ابي سفيان اخبر قريش وان قريش استعدت بجيش. خد بالك ان ربنا لطيف لما يشاء، ليه؟ لان ربنا يريد ان يلتقي الجمعان،
ربنا، اصل الحكايه كلها النصر ده مش مساله بالعده والعتاد، ده النصر بالله مش عده وعتاد. عشان كده لما نيجي نقرا تفاصيل المعركه تعرف ان هي كانت من الله نصر وفتح كبير. فربنا اراد الا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعدتهم حتى لا يستعد، عشان ما نقولش ده النبي انتصر باستعداده، لا ده النبي انتصر بالله، مفيش استعداد. فهمت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خارج على ان العير خلاص هيقابلوهم عند المكان الفلاني. ما ايه، لم يعلمه الله ان ابو سفيان خد طريق تاني وارسل لقريش، وقريش جاية تقابله، جايين له بجيش بقى. فعسكر ببيوت السقيا خارج المدينة. حي السقيا ده موجود في اطراف المدينة، انت بتمر عليه هناك في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم عسكر هناك علشان يجتمع الناس اليه وايه ويجهز للسفر الى بدر. فعسكر ببيوت السقيا خارج المدينة واستعرض الجيش، فرد من ليس له قدرة على الحرب. رد بعض الصحابة اللي كانوا صغار في السن، زي رد سيدنا عبد الله بن عمر كان صغير في السن، رده لم يحضر بدر، وكذا رد أسامة بن زيد، ورد زيد بن حارثة، زيد ابن ثابت، لا زيد بن ثابت، زيد بن ثابت اللي هو جمع القرآن بعد كده في عصر سيدنا أبو بكر، كان ساعتها سنه صغير، هو من الأنصار، فرده النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر غزوة لصغر سنه. والبراء بن عازب برضه رده لصغر سنه. يعني كان مجموعة كده كانوا شباب متحمس، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعرضهم وجدهم أن هم إيه ضعاف البنية وصغار في السن، فردهم إلى المدينة. واستعرض الجيش فرد من ليس له قدرة على الحرب، ثم أرسل اثنين يتجسسان الأخبار عن العير، وأرسل اثنين اللي هو طلحة بن عبيد وسعيد بن زيد، أرسلهم علشان إيه زي ما تقول عيون ليه، يعرفوا أخبار العير، مشيوا فين، خرجوا إزاي، هيوصلوا فين، نزلوا كده. وعشان كده دول ما حضروش الغزوة، طلحة بن عبيد لا، وكذلك سعيد ابن إيه زيد اللي هم أرسلهم ليتجسسوا عن العير، لأن على ما رجعوا هم راحوا هناك قابلهم واحد إيه في الطريق، قعدوا معاه وأكرمهم حتى جاوزت العير، ثم أخبرهم أن العير جاوزت. على ما رجعوا كان النبي انتهى صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر، وقسم لهم في في الغنائم، لأن كانوا مشغولين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقسم لهم. فكانوا النبي قسم لبعض من لم يحضر. سيدنا عثمان ما خرجش برضه مع سيدنا رسول الله، لأن أولا الرسول لم يرد قتال، ثانيا كانت سيدتنا رقية كانت مريضة، بنت النبي زوجة سيدنا عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عثمان يمكث معها ليمرضها. حتى لما رجعوا من بدر وصلوا المدينة كانوا خارجين من دفنة ستنا رقية، فالنبي قسم لسيدنا عثمان أيضا من غنائم بدر. كويس، سيدنا عثمان بن عفان، فهو بدري حكما مش حقيقة، لأن النبي أعطاه من الغنائم. ولما بلغ الروحاء، وده مواضع بقى بيمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق كده، فلما بلغ الروحاء جاء الخبر بمسير قريش لمنع عيرهم، وجاءه مخبرا بأن العير ستصل بدرا غدا أو بعد غد. فجمع صلى الله عليه وسلم كبراء الجيش وقال لهم أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف إن احتمال بقى يلقى جيش ما يلقاش عير، فوقف بقى بالناس علشان يشوف اللي كانوا خارجين دول مش مستعدين لقتال، هل هيستعدوا ويستمروا معاه ولا لا. علشان كده النبي وقف عشان يستطلع اراء الجند عنده صلى الله عليه وسلم، يسموها التعبئة المعنوية بقى. فجمع صلى الله عليه وسلم كبراء الجيش وقال لهم ايها الناس، ان الله قد وعدني احدى الطائفتين انها لكم، العير او النفير. فتبين له صلى الله عليه وسلم أن بعضهم يريدون غير ذات الشوكة وهي العير، هم مش عايزين يحاربوا لأن مش مستعدين، خارجين مش مستعدين لقتال، فهم عايزين الحاجة السهلة، طبيعة الإنسان كده، النفس تميل للشيء الأسهل، ليستعينوا بها بما فيها من الأموال. فقد قالوا هل ذكرت لنا القتال فنستعد. وجاء مصداق ذلك في قوله تعالى في سورة الأنفال، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وغير ذات الشوكة يعني ذات العتاد والقوة. ثم قام المقداد بن الأسود، وده إيه من المهاجرين، المقداد بن الأسود قام وقال للرسول، وكان إيه فارس مغوار معروف المقداد
ابن الأز، حتى بعض علماء الأسماء اللي بيهتموا بأسماء قال ده اسمه المقدام ابن الأسود مش المقداد، لأنه اسمه الحي المقدام، وإلا أنه اشتهر في كتب السيرة بالدال، لكن هو اسمه المقدام ابن الأسود، لكن مشهور في كتب السيرة المقداد ابن الأسود رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله امضي لما أمرك الله، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فدعا له بالخير. إيه برك الغماد ده؟ عارف جنوب شرق المملكة منطقة اسمها عسير، في حتة هناك اسمها ايه برك، سموها برك ليه؟ على ساحل البحر في الجنوب فوق اليمن كده، في اخر جزيرة العرب فوق اليمن حتة اسمها برك، واللي سكنتها قبيلة كان جدهم اسمه برك، فسميت برك نسبة لإيه؟ لزعيم القبيلة. والغماد جاية من الغمد اللي هو ايه الجراب بتاع السيف، جراب السيف يسموه غمد، فكانوا الظاهر مشهورين بصناعة الغماد دي اللي هي ايه اللي هي أجربة السيف، وكان السفر ليهم سفر عسير، هم في منطقة عسير والسفر ليهم عسير، عشان كده يضرب بها المثل في صعوبة السفر. فقال له لو ودتنا اخر الدنيا في اصعب حتة هنمشي معاك صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اشيروا علي ايها الناس، اصل ده مهاجري، النبي عايز يشوف بقى ايه الانصار، ده الانصار ده هم 240 وشوية، هم العدد اكبر من الانصار، خصوصا ان الانصار كانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يأووه وينصروه اذا كان داخل المدينة، ده كان نص ايه بيعة العقبة كده، لكن الوقت هو خارج المدينة، فالنبي عايز يشوف رأيهم هل هم هيستمروا في نصرتي ام يقولوا نأوي الى المدينة فننصرك داخلها، فهمت؟ فالنبي يريد ان يعلم ذلك منهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، وهو يريد الأنصار، لأن بيعة العقبة ربما يفهم منها أنه لا تجب عليهم نصرته إلا ما دام بين أظهرهم يعني داخل المدينة، فإن فيها: يا رسول الله إنا براء من ذمتك حتى تصل إلى دارنا، لأن لما اتفقوا معاه قالوا له، لأن النبي كان ساعتها في مكة لسه ما هاجرش، فقالوا له إنا براء من ذمتك حتى تصل إلينا، فالنبي لما هاجر إليهم ظن النبي أن مفهوم المعاهدة دي قد يفهموه أنهم داخل المدينة ينصروا النبي بس ليس خارجها، فإذا وصلت إليها فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا، ده كان نص إيه بيعة العقبة. فقال سعد بن معاذ سيد الأوس، سعد بن معاذ كان سيد الأوس خد بالك، لكن سعد بن عبادة ده كان سيد الخزرج، كأنك تريدنا يا رسول الله؟ فقال: أجل. فقال سعد: قد أمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا وأعطيناك على ذلك عهودنا، فامضي لما أمرك الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لنخوضنه معك، يعني لو مشيت بنا في وسط المية هنمشي معك، شوف الطاعة يعني. وما نكره أن تكون تلقى العدو بنا غدا، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسر بذلك، ليه؟ لما وجدهم على قلب رجل واحد في نصرته صلى الله عليه وسلم. وقال كما في رواية البخاري: أبشروا والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، يعني ربنا كشف له المستقبل اللي لسه ما حصلش، لدرجة ان قبل المعركة بقليل النبي يمر على بقعة بقعة في الارض يقول لهم ده مصرع فلان وده مصرع فلان وده مصرع فلان، حتى لما انتهت المعركة وجدوها كما قال النبي، لم يفارق احد بقعة اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم القوم من هذه الجملة ان الحرب لابد حاصلة، طالما فيها مصرع فلان بقى يبقى هنحارب، وحقيقة حصلت، فإن أبا سفيان لما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم له ترك الطريق المسلوك وصار متبعا ساحل البحر فنجا، وأرسل إلى قريش يعلمهم بذلك ويشير عليهم بالرجوع. أبو سفيان لما نجا قال للقريش بقى بعت لهم رسالة ثانية: ارجعوا بقى خلاص المال بتاعكم إيه ربنا نجاه، ما فيش داعي تخرجوا. فقال أبو جهل، ما هو أبو جهل ده بقى النكد كله على نفسه وعلى قومه،
لا نرجع حتى نحضر بدرا فنقيم فيها ثلاثا، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر، وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. فقال الأخنس ابن شريق الثقفي لبني زهرة. والأخنس ده من بني زهرة اللي هي قبيلة مين؟ قبيلة أم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم إيه الأخنس ابن شريق الثقفي لبني زهرة اللي هم إيه قبيلته بقى اللي كانوا خارجين وكان حليفا لهم، ارجعوا يا قوم فقد نجى الله أموالكم. فرجعوا ولم يشهد بدرا زهري ولا عدوي، لا عدوي اللي هم قبيلة سيدنا عمر، ولا زهري اللي هي قبيلة إيه ستنا أمنة أم نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم سار الجيش حتى وصل وادي بدر، فنزلوا عدوته القصوى. القصوى يعني البعدة، والعدوى اللي هو المكان الأبعد عن المدينة، لأنه ما جايين خد بالك من الجنوب فينزلوا الأبعد، والمسلمين جايين من المدينة فهيبقى الدنيا يعني الإيه الأقرب، العدوى الدنيا. فنزلوا عدوته القصوى عن المدينة في أرض سهلة لينة. طبعا منهم وصلوا قبل المسلمين بلحظات فاختاروا الأرض اللينة السهلة فنزلوا فيها. أما جيش المسلمين فإنه لما قارب بدرا أرسل صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ليعرف الأخبار. قبل ما يوصل بقى بدر الرسول بعت سيدنا علي طليعة ومعه الزبير بن العوام عشان يعرف الأخبار. فصادف سقاة لقريش فيهم غلام لبني الحجاج وغلام لبني العاص الساميين، فأتيا بهما، لقوا غلامين بيسقوا لدواب قريش فقبضوا عليهم وجابوهم للنبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. لما جم بالغلامين دول الرسول كان ساعتها واقف يصلي. ثم سألاهما عن أنفسهما فقال نحن سقال قريش بعثونا نسقيهم الماء. فضرباهما، لا أنتوا كذابين، لأنهما ظن أن الغلامين لأبي سفيان. فقال الغلامان نحن لأبي سفيان. خلاص أنتوا مش عايزيننا غلامين لأبي سفيان، ما تضربوناش. يعني اعترفوا خطأ تحت تأثير التهديد، قالوا الحق الأول، ما عجبهمش فضربهم سيدنا علي. إيه على أساس أن سيدنا علي وسيدنا الزبير كانوا يتمنوا ما يكونش أبو سفيان مشي، هم عايزين يبقى دول غلامين أبو سفيان، يبقى العير لسه موجودة. فالمهم فإيه فضرب الغلامين. فقال الغلامان نحن لأبي سفيان فتركهما. ولما أتم الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته قال إذا صدقاكم ضربتهما وإذا كذباكم تركتهما صلى الله عليه وسلم. صدق والله إنهما لقريش. ثم قال لهما أخبراني عن قريش. قال هم وراء هذا الكثيب، الكثيب يعني المكان المرتفع من الرمل، قالوا هم وراء هذا الكثيب. فقال لهما كم هم يعني عددهم قد إيه. فقال لا ندري. قال كم ينحرون كل يوم؟ ممكن يعرف عددهم الجمل الجزور لما يتذبح يأكل 100 في العادة كده، ولو كان فيهم شوية ناس مفاجيع يأكل 90 كويس. فده الجمل. فقال له الرسول عايز يعرف عددهم بطريقة غير مباشرة، طب هم بيذبحوا كم جمل في اليوم؟ يعرف عددهم تقريبي. كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما 9 ويوما 10. قال القوم ما بين 900 والـ1000 صلى الله عليه وسلم. عشان يشوف يبين لك بس ان نبينا صلى الله عليه وسلم كان اكثر الناس ايه يعني فطانة، والفطانة دي صفة الانبياء. ما احنا عندنا الانبياء لابد يبقى فطن ولابد يبقى امين ولابد يبقى صادق، مش كده برضو؟ يشتهرون ايه بالصدق والامانة والتبليغ والفطانة لما اتكلمنا على النبوة، فدي فطانة النبي. الفطانة اللي هو ايه الذكاء، المصريين يقول لك ده يعرفها وهي طايرة، لا ده النبي يعرفها قبل ما تطير، فهمت بقى؟ يعني كمان قبل انت ما تفهمها هو فاهم كل صلى الله عليه وسلم. ذكاء فوق يعني بغض النظر عن النبوة، ده ذكاء فطري بشري فيه. ثم تأتي النبوة بعد ذلك يبقى خلاص يبقى يكشف له عن كل شيء صلى الله عليه وسلم. ثم سألهما عمن في النفير من أشراف قريش فذكر له عددا عظيما. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. ثم ساروا حتى نزلوا بعدوة الوادي الدنيا من المدينة، الدنيا يعني القريبة من المدينة بعيدا عن الماء في أرض سبخة. الأرض السبخة اللي هي الأرض الغير صالحة للزراعة.
فأصبح المسلمون عطاشا، بعضهم جنب وبعضهم محدث، فحدثهم الشيطان بوسوسته، ولولا فضل الله عليهم ورحمته لثنيت عزائمهم، فإنه قال لهم ما ينتظر المشركون منكم، قال لهم الشيطان وسوس لهم، قال لهم كده، قال لهم ما ينتظر المشركون منكم إلا أن يقطع العطش رقابكم ويذهب قواكم فيتحكموا فيكم كيف شاءوا. سبحان الله، أم ربنا أرسل الغيث، فأرسل الله لهم الغيث يعني المطر الكثير حتى سال الوادي، فشربوا واتخذوا الحياض على عضوة الوادي، واغتسلوا وتوضأوا وملأوا الأسقية، ولبدت الأرض، لبدت الأرض يعني سبتت الأرض تحتهم حتى ثبتت عليها الأقدام، على حين أن كان هذا المطر مصيبة على المشركين، فإنه وحل الأرض، الأرض اللي هنا ينزل على المطر يوحلها، يقوموا يتزحلقوا، لكن لما نزل على الأرض السابخة، الأرض السابخة تشرب المية تثبت، فلما نزلت على الأرض بتاعتهم ثبتتهم ووحلت أرض المشركين حتى لم يعودوا يقدرون على الارتحال. ومصداق هذا قوله تعالى في سورة الأنفال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وقد أرى الله رسوله في منامه الأعداد كما أراهموه وقت اللقاء قليل العدد. النبي شاف الجيش قريش في المنام، شافه قليل، ولما التقى به في الواقع في اليقظة كمان شافه برضو قليل. كل ده ليه بقى؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يحرش الطائفتين وتقوم تحصل الحرب، يقوم يظهر نصر الله. وقد أرى الله رسوله في منامه الأعداء كما أراهموه وقت اللقاء قليل العدد كي لا يفشل المسلمون وليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال تعالى في سورة الأنفال: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم، إذ التقيتم في أعينكم قليلا، حال اليقظة بقى، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. والمشركين يشوفوا المسلمين قليلين، والمسلمين يشوفوا المشركين قليلين، عشان كل يتشجع في لقاء الآخر، يوم يحصل اللقاء اللي من خلاله يظهر نصرة الله للفئة القليلة، لأن النصر من عند الله ليس بالعدة ولا العتاد. ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور، وفي قراءة ترجع الأمور. ثم سار جيش المسلمين حتى نزل أدنى ماء من بدر، يعني نزلوا عند أقرب ماء. طب ما هو كانوا شاربين وكل حاجة، نزلوا عند أقرب ماء من بدر لأنه كانوا شاربين بالمطر. فقال له الحباب بن المنذر الأنصاري، وكان مشهورا بجودة الرأي: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة، يعني مش وحي، ده الرأي والحرب والمكيدة وليس وحيا. فقال: يا رسول الله، ليس لك هذا بمنزل، فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم، يعني أقرب ماء لهم، فإني أعرف غزارة مائه وكثرته، فننزله ونغور ما عدا من الأبار، يعني نردم ما عدا من الأبار ويتبقى لنا ده، بس احنا نشرب، فالأعداء ما يشربوش واحنا نشرب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء فنشرب ولا يشربون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. هو النبي هنا أخذ برأيه، هل انتصر علشان خد برأيه؟ هو النبي كان منتصر، والنبي اختار كمان المكان اللي فيه رحمة للطرفين، رحمة للطرفين، لأن النبي رحمة، بحيث الأعداء يشربوا ويموتوا مش عطاش، هم هيموتوا، هيتهزموا، لكن الرحمة تقتضي. لكن النبي أراد أنه سمع كلام الحباب عشان يعلم قوات الجيوش، لأن النبي كمان بيعلم من بعده أن قائد الجيش عليه أن يحتاط ويأخذ بالعزيمة والهمة والحيطة والحذر. لكن النبي كان حينتصر، مش انتصر عشان رأي الحباب قبل، ما كانوا شاربين، ما كانوش عطشانين قبل ما يروح المكان، لدرجة أن حتى لما تيجي تقرأ تفاصيل غزوة بدر في الكتب الكبيرة تجد الرسول صلى الله عليه وسلم تركهم يشربوا، حتى كان بيترك لهم كده مساحة
يجوا يشربوا من الحوض ويرجعوا، ده على عينه ويسيبهم صلى الله عليه وسلم. منهم حكيم ابن حزام شرب من الحوض وكان لسه كافر، شرب منه وكل اللي شربوا من الحوض ماتوا إلا حكيم ابن حزام ومن أسلم بعد ذلك، هم دول اللي ربنا نجاه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حربه كان رحمة، لازم ناخد بالنا من هذه اللقطات الجميلة. لكن ليه خد رأي الحباب بن المنذر؟ عشان يدي فرصة للجند انها تشاور قائدهم ويعملوا خطة تكون قوية، بحيث بعد كده حيلاقوا اعدائهم في مواقف كثيرة والنبي ليس معهم، فيتعلموا كيف يشاورون بعضهم البعض في الامر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد اشرت بالرأي. والنبي لما قال له اشرت بالرأي، نزل سيدنا جبريل قال لسيدنا رسول الله الرأي رأي الحباب، فنمشي الرسول صلى الله عليه وسلم مش على رأي الحباب، ده على توجيه سماوي. سيدنا جبريل قال له الرأي رأي الحباب، فمشي على رأي الحباب صلى الله عليه وسلم. ونهض حتى أتى أدنى ماء من القوم، ثم أمر بالآبار التي خلفهم فغورت لينقطع أمل المشركين في الشرب من وراء المسلمين، وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه، ثم قال له سعد بن معاذ السيد الأوس يا نبي الله ألا نبني لك عريشا. عملوا له عريش يعني مكان معرش يعني مثقف، يعملوا له سقف عشان يبقى في الظل يعني. ألا نبني لك عريشا. لما تروح بدر الأيام دي هتلاقي في مسجد هناك اسمه مسجد العريش، الموضع ده عملوه مسجد اسمه مسجد العريش، تملي الوهابية قافلينه مش عارف إسا، كل ما نروح نزور بدر نلاقي مسجد العريش قافلينه، يعني احنا هنعبد المسجد، حاجة غريبة. اللوثة الوهابي دي مشكلة، فربنا ايه يعالجهم منها. لكن على اي حال مسجد العريش موجود في بدر بالفعل. حتى تروح بدر يا اخي عايز تزور شهداء بدر عاملين نقطة شرطة تمنعك انك تقف تقرأ لهم الفتحة، حاجة غريبة، نقطة شرطة مخصوص تمنع الزوار اللي يجوا يزوروا شهداء بدر. طب ما دول ابائنا، الله ايه المشكلة، وانا ما هزور القبور هعبد القبور، ما انا عارف انهم ميتين، هو ربنا بيموت، حاجة غريبة. لكن اللوثة الوهابي لدرجة اننا لما نروح نزور شهداء بدر نبقى قاعدين نتلفت خايفين من ايه، من الشرطة لحسن تيجي تمنعنا، كأننا بنعمل جريمة، حاجة غريبة الشكل. فربنا يشفيهم مما هم فيه. ونهض حتى أتى أدنى ماء من القوم، ثم أمر بالأبار التي خلفهم فغورت لينقطع أمل المشركين في الشرب من وراء المسلمين، وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه، ثم قال له سعد بن معاذ سيد الأوس يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا. يعني سيدنا سعد عايز ان هم اللي يلقوا العدو، والنبي قاعد في العريش في الامان، عشان لو حصل ان هم قتلوهم وانتصر النبي يرجع على المدينة، فالمدينة فيها نصرته اللي هم اصلا لا يقلوا نصرة للنبي من اللي معاه. ده ايه؟ ده اجتهاد سيدنا سعد بن معاذ حبا في النبي. لكن النبي قاتل، خد بالك النبي قاتل وكان اقربهم للصفوف بعد ذلك في المعركة صلى الله عليه وسلم. فان اعزنا الله تعالى وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم ولا أطوع لك منهم، لهم رغبة في الجهاد ونية، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، إنما ظنوا أنها العير يمنعك الله بهم ويناصحونك ويجاهدون معك. النبي ردوا إيه؟ شوف رد النبي جميل ازاي، فقال او يقضي الله خيرا من ذلك، او يقضي الله خيرا من ذلك. ثم بني للرسول صلى الله عليه وسلم عريش فوق تل مشرف على ميدان المعركة، ولما اجتمعوا عدل صلى الله عليه وسلم صفوفهم مناكبهم متلاصقة فصاروا كأنهم بنيان مرصوص، ثم نظر لقريش فقال اللهم اهدي قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب برسولك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني به، اللهم فنصرك الذي وعدتني به. وفي هذا الوقت وقع خلف بين رؤساء عسكر المشركين، فإن عتبة بن ربيعة أراد أن يمنع الناس من الحرب ويحمل دم حليفه عمرو بن الحضرمي الذي قتل في سرية عبد الله بن جحش. فاكرين سرية عبد الله بن جحش لما قتل في بعض المشركين وساق
النوق والجمال لرسول لما قرأناها بالمجلس الماضي. فالمهم عتبة بن ربيعة قال لهم يا جماعة لا تقاتلوا، وأنا وإحنا نتحمل دية اللي قتلوا عبد الله ابن جحش، وإيه وكذلك إيه ما أصيب من عيره، ونديكوا تعويض عن الجمال اللي خدت منه. ودعا الناس إلى ذلك. فلما بلغ أبا جهل الشؤم هو، فلما بلغ أبا جهل الخبر وسماه بالجبن وقال والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. وكان راكب جمل أحمر عتبة إيه ابن ربيعة ده، كان راكب جمل أحمر، والرسول من بعيد بيقول لهم لو يطيعوا صاحب الجمل الأحمر لأرشدوا، وهو مستمع الحوار. فتقوم يعني بعد كده عشان تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على البعد يخبره الله بكل شيء، لكن ما سمعوش كلام ايه صاحب الجمل الاحمر اللي هو ايه عتبة ابن ربيعة، ويمشي وراء ابو جهل. وقبل ان تقوم الحرب على ساقها خرج من صفوف المشركين الاسود ابن عبد الاسد المخزومي وقال اعاهد الله لاشربن من حوضهم او لاهدمنه او لاموتن دونه. فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب وضربه ضربة قطع بها قدمه بنصف ساقه، فوقع على الأرض فزحف على الحوض حتى اقتحم فيه ليبر قسمه، فأتبعه حمزة فقتله. ثم وقف صلى الله عليه وسلم يحرض الناس على الثبات والصبر، وكان فيما قال وإن الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله به الهم، مما يفرج الله به الهم وينجي به من الغم، لأن النصر مع الصبر. ثم ابتدأ القتال بالمبارزة، فخرج من صفوف المشركين 3 نفر، عتبة بن ربيعة اللي هو كان عايز إيه يرجعه ما يقتلش، عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة اللي هو شيبة بن ربيعة وابنه الوليد ابن عتبة، فطلبوا أكفاءهم. فخرج إليهم 3 من الأنصار فقالوا لا حاجة لنا بكم، إنما نريد أكفاءنا من بني عمنا، احنا من قريش، جيلنا ناس من قريش، احنا مش عايزين كنتوا انصار، انتوا من اهل المدينه، ابعتوا لنا 3 من ولاد عمنا هم دول اللي قدنا نعرف نقاتلهم صحيح. فاخرج لهم صلى الله عليه وسلم عبيده بن الحارث ابن عبد المطلب للاول، وحمزه بن عبد المطلب للثاني اللي هو شيبه، وعلي بن ابي طالب للثالث اللي هو الوليد بن عتبه. فاما حمزه وعلي فقتل صاحبيهما، وأما عبيدة وعتبة الاثنين كانوا كبار في السن، عتيبة عبيدة وعتبة، فاختلف بضربتين كلاهما جرح صاحبه، فحمل رفيق عبيدة على عتبة فأجهز عليه. لما لقوا أن عبيدة جرح جرح شديد والتاني برضو جرح جرح شديد، أم سيدنا حمزة وسيدنا علي حمل على المجروح الكافر التاني ده اللي هو عتبة وأجهز عليه، وحمل عبيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان مجروح. فحمل رفيق عبيدة علي على فحمل رفيق عبيدة رفيق عبيدة اللي هم مين سيدنا حمزة وسيدنا علي على عتبة فأجاز عليه، وحمل عبيدة بين الصفوف جريحا يسيل مخ ساقه، وأضجعوه على جانب موقفه صلى الله عليه وسلم فأفرشه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه الشريفة. ما هو ده يعتبر ابن عمه عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب، فالحارث بن عبد المطلب ده أخو عبد الله بن عبد المطلب اللي هو أبو النبي، فيعتبر إيه عبيدة ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فوضع خده عليها فأفرشه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه الشريفة، فوضع خده عليها وبشره صلى الله عليه وسلم بالشهادة، فقال وددت والله أن أبا طالب كان حيا ليعلم أننا أحق منه بقوله ونسلمه حتى نصرع حوله. ده بيتكلم على النبي أبو طالب أنهم ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولو صرعوا حول النبي لا يسلموه أبدا، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ده كلام إيه؟ كلام أبي طالب في نصرة النبي. هو هنا بقى افتكر هذا البيت مين؟ ابن عم النبي وبيموت جنب النبي، فبيقول ابي طالب ايه يعني ايه كان عنده حق في هذا إيه؟ لان تحقق هو بيموت حول النبي دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد انقضاء هذه المبارزة وقف صلى الله عليه وسلم بين الصفوف يعدلها بقضيب في يده،
فمر بسواد بن غزية حليب بن النجار وهو خارج من الصف. القضيب يعني ايه؟ عصاية كده قصيرة النبي بيسوي بيها الصفوف. سواد بن غزية عمل ايه؟ حركة، راح مقدم كرشه كده علشان يبقى قدام الصف عشان النبي يضربه، عشان هو يوصل من خلال هذه الحركة لحاجة هو يقصدها، فهمت؟ فمر بسواد بن غزية حليب بن النجار وهو خارج من الصف، فضربه بالقضيب في بطنه وقال: استقم يا سواد. فقال: أوجعتني يا رسول الله، وقد بعثت بالحق والعدل، فأقدني من نفسك. أخذ طاري، هي كلها قال لي دي حب بقى، دي كلها إيه يعني؟ عارف، من أجل حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فكشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد يا سواد. فاعتنقه سواد وقبل بطنه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ فقال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك. فدعا له بخير. الصحابة كانوا بيحبوا النبي حب عجيب، حب عجيب يا عم. إذا كان أعداء النبي كانوا بيحبوه، مال الصحابة ده إيه؟ ده كانوا بيحاربوه وبيحبوه، والله كانوا بيحاربوه ويحبوه. أبو لهب ده كان يحب النبي يعني لدرجة العشق، لكن بيحبه لأنه ابن أخوه، مش بيحبه لأنه النبي، فهم؟ فما انتفعش بهذه إيه. لكن لازم تحب النبي مش علشان إيه، عشان هو النبي، فهم؟ هو ده اللي ينتفع بحب النبي، ان يحبه عشان النبي مش عشان كمال خلقه وعشان اخلاقه الجميله، لان النبي يتحب من زوايا كثيره، اي زاويه نظرت للنبي فيها هتحبه. الجمال هو اجمل الخلق، الكمال هو اكمل الخلق، الكرم هو اكرم الخلق، الشجاعه هو اشجع الخلق، العطاء هو افضل الخلق عطاء. يعني لو هتبص لاي جانب هتحب النبي من اجل الجوانب دي، لكن لازم تحب النبي من اجل النبي انه نبي عشان ايه تنتفع. ثم ابتدأ صلى الله عليه وسلم يوصي الجيش فقال: لا تحملوا حتى آمركم، يعني ما تهجموش لحد ما أقول لكم، وإن اكتنفكم القوم فانضحوهم بالنبل، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. يعني إيه؟ ما تستعملوش السيوف إلا لما يغطوكم، يغشوكم يعني قربوا ليكم، يبقوا في مرمى أيديكم يعني، صلى الله عليه وآله وسلم. ثم حضهم على الصبر والثبات، ثم رجع إلى عريشه ومعه رفيقه أبو بكر وحارسه سعد بن معاذ واقف على باب العريش متوشح سيفه. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك الوقت كما جاء في صحيح البخاري: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد، يعني أي إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. فقال أبو بكر: حسبك، فإن الله سينجز لك وعده. فخرج صلى الله عليه وسلم من العريش وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ودي نزلت في سورة القمر مكية، لكن شوف تأويلها الوقتي: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ونقف عند هذا الحد، لأن غزوة بدر غزوة لا نستطيع أننا ننتهي منها في مجلس واحد، فإن شاء الله نكملها في المجلس القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.